السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حل السيلف أسسمنت للمراجعة للسكند ترم مادة الساينس. أتمنى لو أول مرة تشوفوا قناتنا دكتور ساينس صفاء ننزل نعمل سبسكرايب، نشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. معاكم دكتورة صفاء شعلان، يلا بينا نبدأ على بركة الله. هنحل السيلف اسسمنت نمبر 7 اون كونسبت 3.2. الاسسمنت ده يعتبر مراجعة على ليسون 3. question number 1 شوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1 تو برودوس ستريم انسايد ذا الكتريك باور ستيشن. قلنا ستريم يعني ايه يا ولاد؟ يعني البخار. We have to، احنا محتاجين نعمل ايه؟ هنعمل cool للووتر ولا freeze water، heat water، cool fuel. عايزين بخار، يبقى هنستخدم ايه؟ هنستخدم مية. يبقى البيقول دي غلط خالص. طب هنعمل ايه للمية عشان تطلع بخار؟ هنغليها، يعني هنعمل ايه؟ هنسخنها. يبقى number C heat water. excellent. يلا البنات تشتغل معايا. number 2 the device in the electric power station which operated by stream. الجهاز بقى اللي بيشتغل في محطة توليد الكهرباء بالبخار كان اسمه ايه؟ برافو، كان اسمه توربينز. توربينز التوربينات هي اللي بتشتغل بالبخار. number 3 the generator inside the electric power station turns generator. بقى بيحول ايه لايه؟ التوربينز دوت هيدينا كاينيتيك انرجي، والجنريتور هياخد الكاينيتيك انرجي اللي جايه من التوربين دي ويحولها لنا لالكتريستي. يبقى الجنريتور وظيفته هيحول الكاينيتيك انرجي انتو الكتريكال انرجي. نمبر دي. اكسلنت. نمبر بي وات هابنز اف، ماذا يحدث لو الجنريتور ان ذا الكتريك باور ستيشن دامجت. الجنريتور يا عيني باظ، ايه اللي هيحصل؟ مش هيقدر يحول الكاينيتيك لإلكتريكال. The generator cannot convert the kinetic energy into electrical energy. يلا الولاد تشتغل معايا. number 2 put true or false، هنحط صح وغلط. number 1 مين اللي هيجاوب، ولاد ولا بنات؟ when fuel is burned it produces thermal energy. excellent البنات، صح. توربينز convert kinetic energy into electrical energy. التوربينز هو اللي هيحول الكاينيتيك انرجي لإلكتريكال انرجي. صح ولا غلط؟ excellent الولاد. false، اللي بيحول الكاينيتيك لإلكتريكال الجنريتور مش التوربين، يعني التوربين دي غلط. number 3 the electrical energy produced from electric power station can be used in houses، هتستخدمها في المنازل، and street، وفي الشوارع، and factories، والمصانع. that's it، that's true. الكهرباء اللي ناتجة هنستخدمها في الحاجات دي كلها. طيب ندخل بقى على number B. complete following sentences by choosing the correct answer from those between practice. هنكمل باستخدام الكلمات ما بين الأقواس. number 1 fossil fuel are space، هنا non renewable وفي هنا renewable resource of energy which can be used to generate electrical energy. الفوسيل فيول يا ولاد، ها هو non renewable ولا renewable؟ excellent الولاد اللي جاوب non renewable يا ميس. number 2 turbines in electric power station are operated by the effect of stream ولا sand. برافو البنات، by stream. excellent. number 3 electrical energy travels from electric power station to houses through wires، الاسلاك الكهربائية طبعا. number 3 from your understanding of how electricity is generated in electric power station put each of the following words in front of its suitable sense. هتختار من الكلمات دي المناسب للجمل. عندنا هنا cool، stream، turbines، generator.
number one its movement produces kinetic energy. لما بيتحرك بينتج عنه kinetic energy، هو طبعا التوربينز. number two it changes kinetic energy into electrical energy، هو طبعا الجنريتور. number three it's a type of non-renewable resource of energy. non-renewable يبقى مين في دول؟ هو cool. number four it's resulted from heating water and it's turns turbine، وبيشغل التوربين. مين في دول؟ هو طبعا الستريم. ندخل على self assessment number eight. يلا يا ولاد اشتغلوا معايا. number one choose the correct answer. one when carbon dioxide gas increases in air the earth temperature، الكربون دايوكسيد جاز حصل له ايه ولاد؟ حصل له increase يعني زاد درجة الحرارة. هيحصل لها ايه بقى؟ هيحصل لها decreases slowly يعني هتقل، ولا increases slowly هتزيد بالراحة، ولا decreases fastly، ولا don't change. طبعا حصل زيادة يبقى هيحصل زيادة في درجة الحرارة، يبقى الإجابة صحيحة هي increases slowly. excellent. number two all forms of fossil fuel are formed، كل أنواع الفوسيل فيول بتتكون above the earth surface ولا under the earth surface، above the water surface، in the air around us. طبعا بتتكون under the earth surface تحت سطح الأرض. 3 we have to protect rocks of building from، احنا المفروض نحمي الصخور اللي احنا بنبني منها البيوت في الفلاحين والارياف، نحميها من ايه؟ من الجلوبال وارمينج، اكسجين جاز، اسيد رين، كربون دايوكسيد جاز. طبعا هنحميها من الاسيد رين، قلنا عشان الاسيد رين دي بتعمل اذابه للصخور وبتؤدي الى تساقط المباني. number b give reason for the following burning of coal and oil causes the increase of earth temperature، لما بحرق الفحم والبترول بيزود درجة الحرارة. ليه؟ عشان بينتج عنهم غاز ثاني أكسيد الكربون. طب وده بيعمل ايه؟ قلنا يا شباب، قلنا بيعمل طبقة في الجو من متكونة من ثاني أكسيد الكربون بتقوم على طول حبس الحرارة، فلما هتحبس الحرارة هتخلي درجة حرارة الأرض ترتفع وتسمى ظاهرة global warming، الاحتباس الحراري. هنقول الكلام ده بقى in English بعد ما فهمته. because burning coal and oil produces carbon dioxide gas which forms a layer in atmosphere، atmosphere اللي هو الغلاف الجوي، that traps، traps يعني بيحبس، بيحبس ايه؟ heat on earth، بيحبس الحرارة، causing the increase of earth temperature. excellent. number two put through all force. one acid rain causes global warming، الاسيد رين بتسبب الجلوبال وارمينج. فولس طبعا اللي بيسبب الجلوبال وارمينج الكربون دايوكسيد جاز. number two burning of fossil fuel produces gases that don't cause global warming، لما بحرق الفوسيل فيول بيدينا غاز لا يسبب، don't cause يعني لا يسبب الجلوبال وارمينج. فولس طبعا، لما بحرق الفوسيل فيول بيدينا الكربون دايوكسيد وغازات تانية ودي اللي بتسبب الجلوبال وارمينج، يبقى دي فولس. number three acid rain have negative effect on both soil and water of lakes، that's true. number b what happened to the earth temperature if the amount of gases produced from burning of fossil fuel increases to very high limit. بيسألك ايه اللي هيحصل لدرجة الحرارة بتاعت الارض؟ هيحصل لها طبعا انها ترتفع، يبقى the earth temperature will increases. number 3 ده بقى سؤال مهم قوي قوي، يعتبر للطالب والطالبة الجينيوس العباقرة. بصوا بيقولك ايه؟ scientists do some experiments، يعني علماء عملوا بعض التجارب، to know the bad effect of some different sources of pollution، قلنا pollution يعني التلوث، on living organisms، على الكائنات الحية. العلماء عملوا تجربة عشان يشوفوا التأثير السيء بتاع التلوث على الكائنات الحية.
match each experiment with its correct observation، يعني هتوصل التجربة بالملحوظة بتاعتها. تعالوا نشوف بقى مع بعض، يعني ده أجمل سؤال بصراحة في المذكرة. هنا the experiment التجربة، وهنا ال observation الملحوظة بتاعتنا. Number one، exposing a dog to car smoke، هعرض dog اللي هو الكلب للسموج الدخان بتاع الكارز for a few minutes لبضع دقائق. هاجي كده مثلا الطريق المرور يكون واقف وانا معايا الكلب بتاعي، هقوم وقفاه ورا عند الشكمان بتاع السيارة. ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف كده. its leaves turn brown and it will die، الورق هيتحول لبني وهيموت. طبعا ده ما بيتكلمش عن الدوق خالص. number p، irritation of its eyes and lung، هيحصل تهيج والتهاب في العينين بتاعته وفي الرئة بتاعته. نفكر. number c، it will decompose into small rocky particles، يعني decompose يعني هيتحلل ل small rocky particles يعني اجزاء صغيرة صخرية. يبقى دلوقتي احنا بنقول مسكنا الدوج عرضناه للسموك بتاع الكار، يبقى هيحصل له على طول irritation، التهاب في الايز واللنج. يبقى نمبر 1 تاخد نمبر بي. هنيجي هنا نكتب ايه يا شباب؟ هنكتب بي. يلا البنات تجاوب معايا. نمبر 2، placing a building rock in a cup containing a sample of acid rain for a long period of time، عندك صخور هتحطها في كوباية، الكوباية دي فيها acid rain يعني مطر، بس مطر حامضي لفترة زمنية طويلة. ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيحصل decomposed للروكي لسمول particles، يبقى it will decompose into small rocky particles. يبقى number 2 هتاخد number C. هنكتب هنا C. number 3، watering a small plant with acid rain for a week، watering يعني انت هتسقي نبات الصغير بأمطار حمضية لمدة أسبوع. طبعا الورق بتاعها هيتحول للون البراون، its leaf turn brown. طبعا لما هيتحول براون مش هتعمل photosynthesis process، مش هتعمل عملية بناء ضوئي وبالتالي هتموت and it will die. يبقى number 3 تاخد number A. هنكتب هنا number A. excellent، very good. نكمل بقى السيلف اسسمنت نمبر 9. افكركم لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا معانا في قناتنا دكتور ساينس، وننزل نعمل لايك على الفيديو. تعالوا نغير لون القلم بقى، نختار لون ايه؟ تحب لون ايه؟ بحب الاحمر، لا احمر. choose the correct answer. number 1، the energy that originally causes the formation of fuel، الطاقه اللي بتسبب تكون الفيول هي ايه بقى؟ wind energy، water energy، solar energy، electrical energy. السؤال ده حلو وجميل. ايه هي الطاقة اللي مصدرها وسببها بيكون التكوين بتاع الفيول، الوقود؟ الوقود اللي هو يعتبر بانواعه بقى، عندك البايو فيول اللي هو البلانت، وعندك الفوسيل فيول اللي بيتكون under the earth surface. طب الاتنين بيحتاجوا ايه يا ولاد؟ طبعا بيحتاجوا السولار انرجي. يبقى السولار انرجي الطاقة بتاعت الشمس هي اللي بتخلي البلانت يقوم بالفوتوسينسيس وبعد كده يتحول لبايو فيول، وهي اللي لما النباتات والحيوانات بتموت وتدفن تحت سطح التربة بتتحول للكول، يبقى السولار انرجي. نمبر 2، as the time passes the amount of cool will، لما الوقت بيمر الكول بيحصل له ايه؟ increases decrease remain constant increases then decrease. طبعا الكول هيقل لان احنا بنستهلكه وهو بياخد سنوات عشان يتكون. number 3، burning of fossil fuel produces only gases that pollute the air، only thermal energy، gases that pollute the air and solar energy، thermal energy and gases that pollute the air. يبقى دلوقتي لما هعمل عملية burning يعني حرق للفوسيل فيول، هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه طاقة حرارية، يبقى هينتج عنه thermal energy، وهينتج عنه ايه تاني يا بنات؟ هينتج عنه gases that pollute the air اللي بيلوث الهواء. number b، give reason for the following،
burning fossil fuel causes global warming. ليه لما بحرق الوقود بيحصل ظاهرة الاحتباس الحراري اللي اسمها global warming؟ قلناها في الاسسمنت اللي فات. Because when fossil fuel are burning they release gases that trap heat. trap heat مهمة أو الكلمة دي، بيحبس الحرارة in the atmosphere في الغلاف الجوي. So the temperature of the earth increases and changes its climate. فدرجة حرارة الأرض هترتفع وهيغير في المناخ. Number two, but true or false. One, renewable forms of fuel can be replaced faster than renewable forms of fuel. That's true طبعا. Two, mixing of water with oxygen gas produce acid rain. لا الووتر والأكسجين، لا الووتر والكربون دايكسيد هو اللي بيعمل الأسيد رين. يبقى دي كده فولس. 3. burning coal release gases which causes air pollution. True. Number D. what happens to the people health if they live in a city that has too much car smoke. اللي هيحصل في الصحة بتاعت الناس لما بيعيشوا في المدينة والمدينة دي بتكون مليانة بالدخان بتاع السيارات. people will suffer. suffer يعني ايه ولاد؟ suffer يعني يعاني او بيشتكي. from irritation of their eyes هيعانوا من التهاب عينيهم. and lungs والرئة بتاعتهم. and the respiratory system will be damaged والجهاز التنفسي بتاعهم هيحصل له ايه؟ هيبوظ. number 3 complete the following باستخدام الكلمات دي. global warming heat rises gases. from the disadvantage of using fossil fuel is that when they are burned they released. لما بنحرقها بتدينا ايه يا ولاد؟ هنختار ايه من الكلام ده؟ الفوسل فيول لما بتتحرق هتدينا gases. يبقى number 1 gases that cause air pollution and trap space in the atmosphere. بتحبس ايه؟ بتحبس الهيت يا ميس. برافو البنات شطارة شطورة خالص. يبقى هنا heat which space the temperature هيعمل ايه في temperature؟ هيعمل rises هيرفع درجة الحرارة. يبقى دي number 3 rises the temperature. هنكتب هنا كلمة ايه؟ rises on the earth. طيب ارتفاع درجة الحرارة دي ظاهرة بنسميها ايه؟ that causes space and it changes the earth climate هتسميها global warming. الاحتباس الحراري global warming. يبقى هنحط هنا global warming. كده بنكون خلصنا شرح الدرس. اتمنى لو اول مره تشوفوا قناتي دكتور ساين صفاء نشترك معانا في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل فيديو انزله يجيلك اشعار ليه تتفرج عليه، وننزل نعمل لايك على الفيديو. لو ليكم اي سؤال اكتبولي في الكومنت هرد عليكم. كانت معاكم دكتوره صفاء شعلان. في الفيديو القادم ان شاء الله هنحل موديل اكزام اون كونسبت 3.1 اند 3.2. اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار لما نشرح الفيديو الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.